بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في الجلسة الرابعة من ورشة الماتلاب. سنتحدث اليوم عن الرسوميات جرافيكس. الرسوميات في الماتلاب هناك تابعين، أهم تابعين نستخدمها في الماتلاب هما بلوت الذي يقوم برسم ثنائي البعد أي بين محورين X و Y، وبلوت 3 لرسم ثلاثي البعد بين ثلاث محاور X1 X Y1 و Z1. يمكنكم الاطلاع على الصيغ المختلفة للتابعين في الهلب هلب الماتلاب، وسنقوم بتنفيذ بعض التمارين. كيف نبدأ برسم أي خط بياني أو تمثيل بياني لأي قيم؟ بداية تقوم بتحديد المجال القيم X، ثم تقوم بتحديد الفانكشن Y وهو بدلالة X، ثم نقوم باستخدام بلوت بحيث تضع التابع بلوت. أما البارامترات يكون البارامتر الأول هو مجال قيم X والبارامتر الثاني هو عبارة عن function. لنجربه بتمرين بسيط. حاول نبدأ التمرين معا. سنبدأ التنفيذ سوية أنا وإياكم. حسنا، قم أولا بتحديد مجال الرسم. لأفرض أريد مجال من 0 إلى 100 والخطوة الستيب هي عبارة عن 5. قمت بحجز المجال. التابع هنا بسيط جدا حيث Y تساوي X، وسأقوم بعملية الرسم بلوت X و Y، والتنفيذ أقوم بالتنفيذ في الكوماند ويندو. لاحظ، قم برسم الخط البياني وهو عبارة من الصفر بالأول كما نعلم، وأعطاني الشكل البياني الذي وجدته. لننتقل إلى تمرين آخر. سأقوم بحجز X مجال القيم من ناقص 100 وحتى 100 بخطوة 20. حسنا، أما التابع هو عبارة عن X نرفعه إلى أس 2 أي مربع X مربع بلوت، وسأقوم برسم X مع Y. لاحظ، قام برسم الخط البياني الذي أردته ضمن مجال القيم الذي حددتها من ناقص 100 وحتى 100، وهنا قام بحساب التابع للتربيع. لاحظ، من الصفر وحتى 10000 مربع المئة. هناك أمر، لاحظ أن الخط البياني يبدو عليه انكسارات، ليس نريد تنعيمه أكثر. كيف يمكنك تصحيح خط البياني أو رسمه بدقة أعلى؟ كلما أخذت قيم أكثر، عدد قيم أكثر وحسبتها، ستزداد دقته. ما سنقوم بتغييره هنا، سنقوم بتغيير الخطوة. لنفترض الخطوة 5، وسأقوم بإعادة تعليمات حساب Y ومن ثم الرسم بلوت. لاحظ معي، الفرق واضح أصبح. كلما ازداد عدد العينات ازدادت دقة الرسم. ما سنقوم بتغييره هو الخطوة، ولاحظ كان متكسرا قليلا ثم أصبح بدقة أعلى. هذا بالنسبة لتحديد المجال. نبدأ بأفكار أخرى. أريد رسم أكثر من خط بياني. سأقوم بتخزين التابع function أكثر من تابع بمصفوفة ثم أقوم برسمها. نبدأ التنفيذ. تنفيذ الفكرة مع الشرح. ابدأ التنفيذ معي حيث سيكون الوقت متاحا للجميع. سأبدأ من الصفر وصفر فاصلة اثنان الخطوة وإلى قيمة 20. أما التابع Y يساوي sin الX، وسنقوم بالقسمة على جذر تربيعي للX زائد 1. هذا هو التابع. لاحظ معي، سنرى قام بتخزين X، هذه أول قيمة مصفوفة شعاعية، وواي بمصفوفة شعاعية. حسنا، هذه الورك سبيس. سأعود، أريد تخزين قيمة أخرى. سأحجز سطر آخر 2 جميع الأعمدة يساوي، وسأقوم بتخزين تابع آخر لأفترض ساين الإكس تقسيم 2. عندما قمت بتخزين السطر الثاني من المصفوفة وبنفس الأبعاد، لاحظ أن Y أصبحت أبعادها 2 ضرب عدد الأعمدة.
حسنا، سأقوم بتخزين أيضا تابع آخر ليكون في السطر الثالث، وسأقوم بقسمه على 3. الآن بكل بساطة سأقوم برسم بلوت إكس مع واي. سيقوم برسم مجال قيم إكس مع واي، وأيضا واي تتكون أكثر من سطر، فسينتج لدي 3 خطوط بيانية. لاحظ الرسم قام برسم 3 الخطوط البيانية التوابع التي أعطيته إياها. هناك طريقة أخرى لرسم أكثر من خط بياني على نفس الرسم، سنذكرها لاحقا من خلال التمارين. هذه أول فكرة. من خلال النافذة التي تبدو لديك بلوت إكس واي مثلا الأخيرة، لاحظ هذه الإشارة، عندما أضغط عليها سيعيد لي الرسم الخط البياني ضمن البرنامج، ويمكنني أيضا فصلها مرة أخرى بحيث تكون حرة الحركة. سنتعرف أكثر على نافذة الرسم التي تبدو لدي، هذه التي أخبرتك عنها. هنا هذه المحاور، لاحظ هذه محاور الرسم، وهنا مساحة الرسم الذي يقوم بالرسم بها. بالنسبة للأدوات الموجودة هنا في الأعلى، لاحظ معي هنا هذه الأداة للتكبير، مثلا أردت التدقيق في خط بياني قمت برسمه مثلا، لاحظ أنا أقوم بتقريب الخط البياني أو تصغيره. هنا بان اليد، يمكنني تحريكها ضمن الخط البياني، أقوم بتحريك إبعاده أو اقترابه. لاحظ معي المحاور. حسنا، هنا هذه عندما أقوم هكذا أقوم وكأنني أقوم بتحريك الشكل كما أريد. هذه أداة تعيين، مثلا أريد دراسة، أريد أن يعود إلى وضعي الأساسي، أريد مثلا دراسة خط، جزء من الخط مثلا. هنا أريد تعيين منطقة محددة من الرسم، مثلا أريد إظهار الألوان التدرج اللوني إلى جانب الشكل، أريد إظهار أسماء الشكل، أسماء الخطوط البيانية، هذا الرسم الأول الثاني الثالث لأنني لم أقوم بتسميتهم قبل. هنا طباعة، إذا أردت الرسم طباعة الخط البياني، هنا هذا المؤشر لتحديد القيم أو ماركر بما نسميها ماركر، وهذه، وهنا بعد أن قمت بتحديده هذه خاصية الرسم، خاصية الحفظ، وهذه open file، وهذه لفتح رسم شكل جديد. حسنا، لنرى المزيد في قائمة من view. هل وجدتها؟ كاميرا tool bar. تمام، عندما نقوم بإظهار هذه الإشارة، هذا الخط من الأدوات، يمكنك استخدامه للتحكم بتحريك الشكل. لاحظ معي هذا هو الشكل الذي لدي، سأقوم بإلغاء ما قمنا بإضافته سابقا. هنا مثلا يمكنني تحريك الشكل هكذا على هذا المستوي، حسنا هكذا يمكنني تقريبه وتبعيده لدراسة الشكل رسم بياني. لاحظ هذا لقلبه مثلا، وكأنك تحمل ورقة مرسومة بيدك تتحكم بها كما تشاء، هذا اليمين واليسار وهذه جربها. حسنا، مثلا تدوير، أريد اختيار حسب المحور واي أقوم بتدويره، أو سأقوم بالمحور اكس لأرى جانب آخر من الرسم على سبيل المثال. هنا يمكنني إيقاف التدوير، وهذه كلها خصائص يمكننا إضافتها للرسم. هنا عندما أضغط على هذه
سيقوم بإعادتك إلى الوضع الافتراضي الذي كنت به. يوجد خاصية أخرى بالفيو لنجربها أيضا، View Plot Editor Toolbar. هذا أيضا لدراسة الشكل، مثلا لوضع علامة مميزة أو وضع سهم أو إشارة إلى دراسة ما. Stop. سنعيد إلى الوضع الابتدائي. سنقوم بأخذ هذه الإشارة، وضع إشارة مثلا هنا، نريد مثلا ملئه إضافة عنوان، إضافة علامة، اختيار لون العلامة التي تريدها، هذا تحديد التحكم بالخلفية. أيضا الخصائص الأخرى هنا، لاحظ يمكنني التحكم بها جميعها. هذه من أجل دراسة التحكم بشكل أفضل في الشكل. وأيضا بلوت تولز هي اللي تعطيك التحكم الأفضل، تول فيو أيضا، بلوت براوزر، نحن هنا فتحناه، هذا بروبرتي إيديتور، تمام، وهذا ونوع الخط الذي تريد الكتابة به، مختلف الأشكال والأنواع التحكم بالخط البياني، فقط أحببت أن أريك بعضها. أنماط الرسوميات في الماتلاب، يوجد رسم ثنائي البعد ورسم ثلاثي البعد، وكما أخبرتك التابع بلوت والتابع بلوت 3. هناك العديد من التوابع التي يمكنك استخدامها جاهزة، خصوصا في النسخ الجديدة من الماتلاب. هناك تبويب كالذي تراه هنا اسمه بلوت، هذا تابع هذا بلوت. عندما تقوم بفتح هذه القائمة سترى كل أنواع الرسم، أي ليس بالضرورة أن تقوم بحفظ التوابع الخاصة بالرسم. يمكنك مباشرة من الورك سبيس، مثلا لدي X و Y، وسأقوم مباشرة برسم بلوت، بلوت الذي رسمته منذ قليل. حسنا، أريد أن أرسمه مع منطقة مساحة ممسوحة. Command Window، لا يمكنني الرسم مع أنا لدي أكثر من، حسنا سأقوم، لحظة، سنبسط ال Y، سأقوم بحذف السطرين، هي 3 أسطر، سأقوم باستدعاء سطر واحد من Y، أو لنضعه بمتغير آخر كي لا نخرب المثال، Y واحد جميع الأعمدة، حسنا، وسأقوم بالرسم بين X. عندما تختار البيانات تبدأ تتلون الأشكال، هنا سأقوم برسمها، أي الخط البياني الأول. لاحظ لو رسمت بهذه الطريقة أو بهذه الطريقة، بكل بساطة فقط أضغط الرقم أو ستيم مثلا، لوجو بالرسم باللوغاريتمي على شكل إحصائيات، يمكنك رسم ثلاثي البعد مثلا، يمكنك استخدام مختلف الرسم في المحور القطبي وغيرها، مثلا الأقطاب بولر، لكل منها استخداماته وتصنيفاته، وقد قاموا بتصنيفه مباشرة هنا. يوجد المزيد من هذه التوابع، يمكنك البحث عنها في الرسوميات، لكن هذه أهم التوابع التي غالبا نستخدمها لتمثيل البياني. هذه هي توابع في الرسم الثنائي البعد، وأيضا هذه التوابع المتاحة في الرسم ثلاثي البعد، يمكنك مشاهدتها وتجريبها جميعها. بعضها موجودة في القائمة السريعة التي أريتك إلي إياها، وبعضها يمكنك أن تجدها في الهيلب. حسنا، لنعود إلى الكوماند ويندو ولنطبق بعض البرامج ونرى المزيد من التعديلات حول الرسوميات. طبق معي هذا المثال لتتدرب على استخدام التابع بلوت. بداية نقوم بحجز المجال، ثم بي اي الخطوة أعطاك إياها ب100، 2 ضرب بي اي، حسنا قمت بحجز المجال. واي تساوي، نريد رسم إشارة ساين تي. بلوت بكل بساطة سأرسم تي مع الواي. هنا سأعلمك تعليما جديدا، عندما تقوم بإضافة العبارة grid أو grid on سيقوم بتفعيل الشبكة. لاحظ معي قام برسم شبكة كي تساعدك على تحديد نقاط تقاطع وغيرها. هذا التعديل الأول. لنجرب فكرة جديدة،
منذ قليل قمنا برسم أكثر من خط بياني من خلال بلوت إكس واي فقط، لكن وقمت بتخزين التوابع كل واحد في سطر. ماذا لو أردت تخزينهم الرسم بمصفوفات مختلفة؟ مثلا لدي واي الأولى مصفوفة هي ساين تي، تي طبعا محجوزة لدي، ما زالت لدي، لذلك قمت بتجاوز حجز المجال. حسنا، هذه واي، وقمت برسم واي اثنان تساوي ساين تي ناقص 0.25، وواي ثري تساوي ساين تي ناقص 0.5. قمت بتغيير التابع. حسنا، عندما أريد برسم أكثر من خط بياني باستخدام التابع بلوت، هذه إحدى الصيغ التي يمكنك الرسم بها. مثلا تحديد الرسمة الأولى، الخط البياني الأول هو بين إكس واحد وواي واحد، الرسمة الثانية بين إكس اثنان وواي اثنان. ولو كان التابع تي مثلا المحور الأول هو نفسه لثلاث توابع، لكن عليك أن تنتبه أن تقوم بتكراره. إذا هذا الشكل الأول تي مع واي، الشكل الثاني هو تي مع واي اثنان، الشكل الثالث هو تي مع واي ثلاثة. حسنا، لاحظ قد قام برسم الخط البياني، ولاحظ إشارة الساين، هناك فرق حوالي نصف أو إزاحة في إشارة الساين كما أردناها. حسنا، لتغيير شكل الخط على نفس البرنامج، لاحظ أريد تغيير شكل الخط، التحكم بخط الرسم أو بلونه. سأقوم بتكرار العبارة الأخيرة بلوت، ووضع الخط البياني الذي أريده بعد كل خط بياني. الخط الأول تي مع واي سأقوم تحديد رسمه خط مستمر. هنا سأضيف خاصية، سأضع بأنه خط متقطع. هنا سأختار أنه خط منقطع مثلا، يمكنك تحديد ذلك لكل خط. لاحظ أنه قام بتغيير خط الرسم كما أخبرته. حسنا، كيف نقوم بإضافة عنوان أو إضافة شبكة تحدثنا عنها أو إضافة تسمية محاور؟ ينطبق ذلك بمثال. قم بحجز المجال هذا، ثم تابع y تساوي sin x، ثم بلوت x y. حسنا، لتسمية محور x نقوم بوضع x label x y label، ونضع هنا نص string تقوم بتسميته، ومن ثم هذا العنوان، ومن ثم grid on clc. حسنا، سنقوم بتنفيذه سريعا كونه تمرين بسيط. y تساوي تابع sin، سأقوم بلوت x مع y، وقبل أن تضغط enter أو تنفذه تقوم بوضع بقية التعديلات. x label x label، هنا لا تضع التسمية وتغلق، هذا خطأ، عليك أن تضعه بشكل محرفي. حسنا، هذا بالنسبة للمحور x. أما المحور y هنا سيكون عبارة عن sin ال x التابع. أما العنوان title هو عبارة عن sin x graph، وسأقوم أيضا بتفعيل الشبكة لاستخدام عدة تعليمات. لاحظ الفرق في الرسم، قام بوضع العنوان، قام بوضع تسمية المحور Y، وقام بتسمية المحور X، وقام بتفعيل الشبكة. هذه من التعديلات الأساسية في الرسوميات. Access equal، لاحظ سأقوم بإعادة تنفيذ بلوت، وسأقوم بالتحكم بالمحاور Access وأضعها equal أي متناسقة مع بعضها، متساوية أو square مربعة مثلا. لاحظ الرسم كم فرق معي. حسنا، لجرب تعليمة أخرى، square هناك كلمات محجوزة، أو يمكنك تحديد المجال. مثلا سأعيد لك الشكل. لو
لنعيد تعليم البلوت مع كل تعليماتها. سأقوم بتحديد المجال مثلا محور إكس، المحور إكس من 0 وحتى 5. سأقوم بتحديد المجال واي من ناقص 1 وحتى 1، يعني هذا المجال أريد رؤيته فقط. سأقوم بوضع grid on، سأقوم بوضع تعليمة access، وسأقوم بوضع البارامترات أو الحدود عن طريق مصفوفة. هنا سأضع الحد الأدنى لمحور X وهو 0، الحد الأعلى لمحور X وهو 5، الحد الأدنى -1 لمحور Y ومن ثم 1. لاحظ الرسم، الفرق واضح. قام باقتطاع وتحديد المحاور التي وضعتها له في هذه الخاصية. لا ننسى أن هنا Y label استخدمنا title ومن ثم X label grid on لتفعيل الشبكة، وهنا كما أخبرتكم يمكنك تحديد مجال قيم المحاور. يمكنك أيضا نفس التعليمات X label Y label لكن في الرسم ثلاثي البعد بلوت 3. نفس التعليمات التي تستخدمها في رسم ثنائي البعد يمكنك أيضا التحكم بها في رسم ثلاثي البعد. Z label ما أضفنا إليه إلى Z label، واستخدمنا X square لنجعل المحاور مربعة. لاحظ الرسم ونتيجة الرسم كيف كانت. جميل، وقام بتسمية المحاور الثلاثة. لتحديد الماركر رسم سنقوم بإغلاق الشكل. أرجو منك تطبيق هذا المثال كي تحفظ التعليمات في الخاصيات، أكثر الخاصيات التي يمكنك استخدامها في تعليمة بلوت. سنبدأ تنفيذه سوية كي يكون الوقت متناسق. ناقص بي آي تحديد المجال، وحتى بي آي على 10 الخطوة هم إلى بي آي. قمت بحجز المجال. واي تساوي تابع تانجنت ساين الإكس ناقص ساين تانجنت الإكس. كأن تركيب هذا التابع عكسي. حسنا، سأقوم برسم بلوت بين أولا تحديد المحور X ومن ثم المحور Y. هنا سأقوم بتحديد خاصية شكل الرسم، مثلا خط متقطع، ثم R S أي Red لون الخط، و S Square أي الماركر ستكون عبارة عن مربعات. سأقوم بتحديد عرض الخط، خاصية line width. لقد كتبتها بشكل خاطئ. line width عرض الخط، سأقوم بتحديده على سبيل المثال 2. سأقوم بإضافة أيضا خاصية marker، marker edge لون، تحديد لون حافة الماركر color. هنا نختارها مثلا أسود. okay. ومن ثم سأختار أيضا خاصية الماركر نفسها وليس الحواف، ماركر فيس color، سأختارها تكون بالأخضر green. لاحظ أكتب الخاصية ثم أعطيها القيمة التابعة لها أو التي أردت تحديدها، ليكن الخاصية الأخيرة ماركر سايز حجم الماركر سأعطيه رقم 10. لاحظ عند تحديد الألوان إما تدخله بمصفوفة أي رقم اللون، أو تقوم بإدخاله بالرمز المحدد له. لاحظ قام بإعطائي خطأ، ماركر سايز function or variable marker size. لنرى التابع أين تم ارتكاب الخطأ في كتابته. marker size لم أقم، نسيت بوضع هذه العلامة فلم يعتبرها نصا. عند التنفيذ لاحظ قام بوضع الماركر بحافة سوداء واختار اللون الأخضر، أما الخط كما حددته له بأنني أريده أحمر ومتقطع. هذا للتحكم بكل خصائص البلوت.
هذه عبارة عن ماركر. هذا الجدول يبين لك بعض رموز الألوان يمكنك استخدامها، بعض أشكال الخطوط، وأيضا الماركر الرموز التابعة لها، ممكن استخدام أو مثلا دوائر أو نجمي أو إكس وغيرها. طب حاول تطبيق هذا البرنامج كتمرين. نريد نرسم تغيرات تابعة كثير الحدود مع تغيرات تي. لنفرض أن المجال الذي نريد منك التنفيذ به من ناقص 5 حتى 5، وتحديد تسمية المحاور والعنوان، وأيضا تفعيل الشبكة. ابدأ التطبيق. بكل بساطة ستبدأ بحجز المجال من ناقص 5 وحتى 5، وسنقوم باختيار خطوة لحاول اختيارها دائما قليلة كي يكون عدد عينات كبير فيكون رسمك قد دقيق أكثر. سنقوم باختيار التابع function وهو عبارة عن t، سنكتبه سوية كون التمرين سهل. t مكعب أضف له t مربع زائد t أضف له 1. حسنا هذا هو التابع. لاحظ معي لا يمكنك الرسم إذا لم تكن الأبعاد متجانسة. سأقوم بإغلاق النافذة. لاحظ معي أن t و f الأبعاد نفسها. غالبا ما يحدث الكثير من الأخطاء في الرسوميات بسبب أن التوابع غير متجانسة تماما. وسنقوم بكل بساطة برسم بلوت T مع F. لنفرض أريد تحديد مثلا نقطي مثلا ونجمي مثلا الماركر وكي أو ريد مثلا بالأحمر. هذه قمت بتحديد الخصائص. لتفعيل الشبكة grid أو grid on لا فرق. مثلا لتسمية المحاور x label، سنقوم بتسمية المحور x ب time second الواحدة، والمحور y FT. حسنا وماذا يريد أيضا؟ تايتل العنوان. لا فرق في ترتيب تنفيذ التعليمات. تايتل سأضع له هذا العنوان. عند التطبيق سيبدو لدي هكذا العنوان ورسم خط البياني وغيره. حسنا أظن أنك تمرنت على هذه الأمور. من خلال هذه التمارين أصبحت كافية للتحكم بخط الرسم وشكله وغيرها من خلال تعليمة بلوت وبلوت 3. يمكنك مباشرة استخدام المصفوفات التي يمكنك إنشاءها في الماتلاب، مثلا بيكس. بيكس هي مصفوفة يقوم ماتلاب مباشرة بإنشائها، وفقط تضع له بلوت زد وهي مصفوفة. لاحظ هذه المصفوفة قيمها جاهزة وقمنا مباشرة برسمها. أيضا ماذا نعرف من المصفوفات؟ مثلا مصفوفات مصفوفة سحرية، تذكروا قد تكلمنا عنها سابقا، مثلا ماجيك 7 لنفترض. وسأقوم برسم بلوت دي المصفوفة ماجيك. لاحظ مثلا مصفوفة متناظرة، أفرض مباشرة بلوت وسأضع له I مثلا 8. لاحظ لأنها مصفوفة التي تعطيني في قطر رئيسي واحدات، نتوقع أن يكون شكلها هكذا. فن المصفوفات كثير، يمكنك تجريب ذلك مباشرة. حسنا بلوتينج، إذا أردت أن ترسم بأكثر من شكل كما أخبرتك بأنك هنا لدينا كثير من أشكال الرسوميات، مثلا بلوت هذه العادية، ستيم للرسم المتقطع هذا يقوم بالرسم. أريد رسم شكل يعني نفس الشكل رسمه بطريقتين. لاحظ معي كيف نقوم بحجز المجال ومن ثم حسن حاول تطبيق هذا المثال. نحاول تطبيقه سوية.
تي تساوي صفر بي اي على 20 اثنان ضرب بي اي. اما التابع هو عبارة عن اي اس ساين تي. بلوت هنا عندما سأقوم بالرسم على محورين واي مختلفين، سأقوم باستخدام التابع بلوت واي واي، تحديد العناصر الأولى تي مع واي، والمرة والشكل الآخر أيضا لنفس التابع ولنفس المحور إكس نفس العينات، لكن مرة سأرسمه في بلوت ومرة سأرسمه بواسطة التابع ستيم بمحاور واي مختلفة. عندنا إظهار النتيجة، لاحظ قام بتحديد المحور الأول وهو الأزرق، محور إكس هو نفسه للشكلين للخطين، المحور واي هنا لهذا الأول قام برسمه بواسطة بلوت، أما هذه المتقطعة القيم المتقطعة بالأخضر قام بتلوينها بلون آخر ورسمه بواسطة ستيم. هذه إحدى الطرق. الآن ننتقل إلى فكرة تقسيم واجهة الشكل إلى عدة أقسام والرسم بها. أريد تقسيم واجهة الشكل ورسم 4 أشكال مثلا على نفس واجهة الرسم. سأقوم باستخدام بلوت سب بلوت. كيف نستخدم هذا التابع؟ لدى تابع سب بلوت 3 بارامترات. البارامتر الأول إن، يمكنك تخيل شكل أنني سأقوم بتقسيم واجهة الشكل إلى مصفوفة، لنفترض إلى قسمين. ستكون المصفوفة أبعادها إن إم، أي البعد الأول إن يدل على عدد السطور وإم الأعمدة التي قمت بتقسيمها. حسنا، أما بي سيقوم بتحديد رقم الشكل الذي سترسمه. هنا مثلا سيكون سب بلوت 1 2. أما بي عندما أريد الرسم باستخدام بلوت في هذا القسم، في القسم الأول سأقوم بوضع تعليم سب بلوت 1 2 1. عندما أريد الرسم في القسم الثاني سأقوم باستخدام تعليمه بهذا الشكل. وأيضا إذا تعددت الأشكال، مثلا نفرض 3 أشكال سب بلوت 3 1، أريد الرسم بالأولى أستخدم 3 1 1، 3 1 2، 3 1 3. تمام، 4 أشكال نفس الطريقة، 2 × 2 مثلا، 2 × 2 1 يقوم باختيار هذا الشكل، 4 يقوم باختيار هذا الشكل. نطبقه بمثال سريع لتتضح لديك فكرة سب بلوت CLC. سأقوم بوضع إكس تساوي لدي قيم إكس، حسنا، 0 0 فاصلة، واي 1 تساوي ساين إكس، واي 2 تساوي كوساين إكس. سأقوم بتقسيم شاشة الرسم سب بلوت كما اتفقنا إلى قسمين 1 2، أو بشكل عمودي مثلا 2 1، لا فرق. حسنا، سأضع 1 2 بشكل سطري وأختار الجزء الأول. سأقوم بوضع بلوت، سأرسم إكس مع واي مثلا، سأقوم بتفعيل الشبكة في هذا القسم جريد، لكل قسم تعليماته الخاصة، ثم سأقوم بوضع سبب بلوت 1 2 لا نغيرها، ثم نختار الشكل الآخر، نختار بلوت، عفوا هنا قمنا بتسميته ب واي 1 حسنا، وهنا إكس مع واي 2. هنا مثلا لا أريد تفعيل الشبكة، سأقوم بوضع عنوان تايتل، سأقوم بوضع عنوان للرسم الثاني كوساين مثلا، سأضع إنتر. لاحظ قام بقسم واجهة الرسم إلى قسمين، هنا وضعت عنوان فوق موضعه، هنا إشارة الساين. أي قسم يمكنك التحكم به بشكل منفصل ورسم عدة أشكال على نفس الواجهة لمقارنتها. هذه فكرة سب بلوت. الآن ننتقل إلى خاصية أخرى في رسم ثلاثي البعد سأحدثكم عنها، هي خاصية
أن تعطي سطح، ترسم سطح للشكل. غالبا نقوم باستخدام مش جريد، هي لإنشاء مصفوفة. سأريك مثال بسيط لتعرف، هذه تعطيك نوع ما فضاء للرسم في الرسم ثلاثي البعد. لاحظ معي، سأضع مش جريد. بالنسبة لهذه الأمثلة لا أريد التعمق بها لأن خصائص الرسم كثيرة، وحسب استخدامك لها تقوم بالاطلاع عليها. يمكنك الاستعانة بالهلب في الماتلاب ورؤية الكثير من الأمثلة الرائعة والرسوميات المميزة. لاحظ، قمت بتجريد مش جريد. لاحظ كيف تعطيني فضاء للرسم، وتخزينها بمصفوفة هي عبارة عن X و Y. لاحظ القيم هنا، X 1 2 3، وهنا الأسطر والأعمدة، كيف يوجد نوع من التناظر. فالماتلاب مباشرة يقوم بإنشائها. سأقوم باستخدام مثال، حاول تطبيقه معي لنطبق عليه أكثر من تابع للرسم ثلاثي الأبعاد. X Y تساوي مش جريد. سأقوم باختيار من ناقص 3 وحتى 0.125 إلى 3. هذه الخطوة قمت بتوليد قيم عديدة، ثم زد سيقوم باستخدام تابع لتوليد مصفوفة بيكس، مصفوفة خاصة. سأقوم باستخدام X و Y وهي القيم التي قمت بإنشاء مجال من خلال مش جريد. الفكرة واضحة تماما. هذه قمت بتخزين قيم زد. الآن سأقوم برسم بدلا من بلوت 3، مثلا لو قمت برسم بلوت 3 زد سأعطيني خطأ، يريد أن يأخذ X و Y. هل لاحظت؟ قام برسمها برسم بياني عادي، خطوط بيانية. هذا هو الرسم الذي أردته. حسنا، سأقوم باستخدام آخر، تابع آخر اسمه ميش سي، وسأقوم بوضع زد مباشرة يقبل تابع زد لأنه هو تابع مخصص للرسم ثلاثي البعد، فلا داعي أن أقوم بإدخال 3 بارامترات كما في بلوت 3. لاحظ معي، قام برسم الخط البياني. حسنا، نجرب تابع آخر، والكل تابع طبعا خصائصه. سيرف سيقوم بملء السطح، أي هو شبيه بالتابع ميش لكن سيقوم بملء السطح الرسومي. لاحظ، هذا ما أقصده، قام بملء الفراغات وكأنه قام بتلوينها. حسنا، مثلا لديك كون تار يقوم وكأنه قام بإسقاط الشكل على إحدى المحاور. كونت أور زد، كأنك أخذت الشكل السابق وقمت برسمه بهذه الطريقة. يوجد طبعا العديد من التوابع. سأعود إلى ميش أو سيرف، أريد تغيير الألوان. هناك كولور ماب مخطوط، يمكنك تحديد كولور ماب من خلال الأرقام أو من خلال كولور ماب هذه الخاصية. لاحظ معي، سأقوم بوضع ميش جريد مثلا وتحديد خاصية كولور ماب إما ديفولت أو نقوم باختيار إحدى الألوان، لنختار سبرينج مثلا. نقوم بإدخالها بشكل، هذه الكولور ماب موجودة جاهزة في الماتلاب، أو يمكنك إدخالها بشكل مصفوفة وأرقام إذا كان لديك أصفر وحدات مثلا. أرقام من يعمل على الفوتوشوب يعرف ما هو رقم، يمكنك استنتاج أرقام اللون وتحديد خارطة خاصة بك وتخزينها في الماتلاب. هذه خرائط موجودة، كولور ماب جاهزة. لاحظ، أصبح الرسم تلوينه بهذه الطريقة. أيضا مع التابع مثلا سيرف، سأقوم باستخدام تلوين السطح بألوان مثلا هات. لاحظ الألوان، تعديل بالألوان. يمكنك الدخول إلى الهلب ورؤية العديد والكثير من الأمثلة التي تتحدث عن الرسوميات ورسم ثلاثي الأبعاد، بالإضافة إلى التحريك. أيضا التحريك، ويمكنك أيضا التحكم بالعديد من الميزات. هذا ما قدمته لكم وجمعته لكم، أتمنى أن يكون مفيدا، وشكرا لكم.